الدولي. اهلا وسهلا استاذ بسام. اهلا بكم وبجميع مستمعينا الكرام. اهلا بحضرتك، واحنا اتشرفنا في دروب المحروسه، وهنتكلم بقى عن 24/8 واليوم العالمي للهيروغليفيه. هو الحقيقه هي حمله انا دشنتها امس يعني، والحمله دي باختصار عباره عن يعني تحاول ان يكون في يوم للهيروغليفيه ويكون يوم عالمي، واللي بيصدر هذا اليوم تكون وزاره الاثار المصريه، وده اللي احنا بنحاوله من خلال هذه الحمله، نعلم العالم صحيح الكتابه المصريه القديمه، ونعلمهم ايضا علاقه هذه الكتابه بالكتابات والرموز اللي موجوده حولنا في المناطق العربيه والمناطق الافريقيه ومناطق البحر المتوسط. يعني يبقى يوم نصوته كمان سياحيا. اختيار 24 اغسطس بالذات هو اختيار لاخر نص هيروغليفي تم نقشه على جدار حجري، يعني اخر نص هيروغليفي لحد وانا بكلم حضرتك دلوقتي تم نحته ونقشه على جدار حجري في بوابه الامبراطور ادريان. هذا الاثر الهام الموجود في معابد فيله في اسوان العظيمه 394 ميلاديا، يعني اخر هيروغليفي اتنحت على جدار كان سنه 394 ميلاديا. يوم ايه؟ يوم يوافق 24 اغسطس. وبالتالي لو انا سوقت للعالم سياحيا وعلميا وحضاريا ان ده اليوم المهم ان فيه اتكتب هذا النقش بايدي الكاهن الثاني الموجود في المعبد كما هو قال في النقش ذات نفسه، يجوا السياح والطلبه والمثقفين وكمان المتخصصين يقفوا قدام هذا النقش ويبداوا دراسته، ونعمل مؤتمرات وتبقى سياحه المؤتمرات موجوده في مصر بشكل واضح وكبير. ومن هذا المنطلق نستطيع واحد تثقيف العالم، اثنين تثقيف المصريين، وتاكيد فكره وزاره التعليم لما من حوالي سنه وسنتين بدا يتواصل على الانترنت اخبار بان سوف يكون هناك تدريس مبادئ الكتابه الهيروغليفيه من منذ السنه الرابعه الابتدائيه، وارجو طبعا تاكيد هذا الخبر او نفيه من وزاره التعليم، ولكنه تواصل بشكل ايجابي جميل، وارجو ان يكون خبر صحيح. وبالتالي نستطيع ان نصوره ايضا لمدارس الغرب والشرق، يعني ممكن نعمل سياحه الطلبه المخفضه، نقدر نجيب طلبه من امريكا ومن امريكا اللاتينيه ومن اوروبا وكذا، ونعلمهم الهيروغليفيات في مصر مع المصريين ايضا. وكوننا ايضا في النوبه المصريه العظيمه في اسوان في معابد فيله حيث هذا النص اللي هو هام جدا، نستطيع ايضا ان احنا ندشن عمليات لتثقيف وتعليم الناس في الكتابه النوبيه نفسها. واخيرا حد يقول لي طيب اهميه ده ايه غير ان احنا بننسق سياحيا وحضاريا وتثقيفيا؟ هقول له جمله واحده ننهي بيها، في ان اسرار الحضاره بتقبع في دهاليز اللغه، فاذا فقدت اللغه فقدت اسرار الحضاره، واذا درست اللغه وحافظت عليها فقد حافظت على اسرار حضارتك. جميل. دكتور بسام الشماع المحاضر الدولي والمؤرخ، يعني حضرتك التاريخ ده كان ليه دلاله، واتصور انه في يعني تواريخ عديده، ولكن عايزه شخصيات بارزه ومتخصصه زي حضرتك، ولكن ايضا في جهد مؤسسي. فلما نتكلم عن يعني كيفيه التلاقي والتنسيق ما بين الشخصيات البارزه اللي ليها هذا الجهد المشكور الفردي وما بين المؤسسات المعنيه بمثل كذا انشطه. أنا بشكر حضرتك على هذا الربط الهام جدا، لأن هذا الربط الحقيقة مهم لأي حملة بيقوم بها مواطن لصالح الدولة ولصالح حضرتها. أنا رجل مواطن لا أعمل في وزارة الآثار، فمن خلال التواصل بيني وبين دكاترتنا في وزارة الآثار، وهذا حدث بالفعل اليوم وأمس، لأن أنا دشنت الحملة دي امبارح، فبالتالي بعثت بها يعني قبل ان اظهر في الاعلام، بعثت بها الى وزاره الاثار مقترح بسيط جدا لاصحاب العلم والخبره في وزاره الاثار. يا جماعه ايه رايكم في ان احنا نعمل اليوم دوت وتصدروا؟ لان بالمناسبه انا من ضمن طلباتي ايضا في هذا الاقتراح ان تطالب وزاره الاثار مين بقى؟
وطالب وزارة الآثار منظمة اليونسكو. لأن تخيل معايا حضرتك والسادة المستمعين الكرام، إن لو اليونسكو اعترفت بيوم تحطه عندها، أنتوا عارفين اليونسكو عندها إندكس كده زي كده، هو الكراسة اللي فيها التواريخ ديت بتاعتنا، الأجندة دي في عندها أجندة أحداث يومية، يوم كذا يوم كذا يوم كذا. فبالتالي لو في يوم في اليونسكو اسمه يوم الهيروغليفيات، دي هتبقى نقلة عملاقة للحضارة المصرية وتثقيفها في العالم واهتمام العالم ودور اهتمام العالم. نفس الحكاية يتم من وزارة الآثار الحكومية والمؤسسات الحكومية بقى هنا دورها برضو إنها تتقدم إلى جوجل لكي يصنع جوجل يوم يتم وضعه في أعلى صفحات جوجل بأنه يوم الهيروغليفيات 24 أغسطس. لو عملنا الاثنين دول مع موافقة وزارة الآثار إن شاء الله، ده هتبقى أنا بوعدكم وأنا راجل حضرتك الخارج وفي الداخل وحضرتك في اليونسكو، هتبقى نقلة رائعة للسياحة، للحضارة، للتثقيف، وللتعليم، وللحضارة المصرية بصفة عامة. يعني أشكرك شكرا جزيلا وعظيم الامتنان للدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولي، ودايما مرحب بحضرتك في دروب المحروسة، برنامج يعني ساعة على الهواء كل أسبوع، هو دوره كده يعني التأكيد والتركيز على المفردات التراثية والتاريخية والسياحية في مصر في دروب المحروسة. شكرا جزيلا دكتور بسام. شكرا.